أيضا وصلتنا اللحظة. المهم أن نشاهد هذه الصور، صور التعادل السلبي بين وداد تلمسان وأولمبي شلف. وداد تلمسان الذي يبقى في المركز التاسع بمجموع 35 نقطة، وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة، وتبقى مجريات البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات قبل نهاية الموسم، خاصة فيما يتعلق بالمركز الثالث، وكذلك فيما يتعلق بالفرق التي ستنزل إلى القسم الثاني وترافق شبيبة بجاية، بين فرق رائد القبة شباب باتنا أهلي برج بوريريج، وكذلك اتحاد الشوية وبدرجة قليلة فريق شباب بالوجداد بمجموع 32 بمجموع